يسهلش عليا. الله ينجيك. الا كنت اختي ناويه شي باز ولا ما عمري بغيت ندير شي باز، انا راه كنبغي بعض المرات نعبر على رايي، كيقولوا لي دايره الباز. والله يا اختي ما اكثر حاجه كديرونجيني هي الاضواء والناس يشوفوا فيا ولا يركزوا عليا. هي شوف، هي كانت معلومه كان خصها توصل للناس، اللي من حق هذاك الشخص الاخر اللي هو مهدي، المهم اسمح لي مهدي حيت كنجبد سميتك، من حقه يطلب مني شي حاجه اللي خصني نوضع على حد حدا الناس باش ما يبقاش يتربطوا الاسماء ديالنا. ياك ممكن حتى هو في هذيك اللحظه كان معصب ولا شي حاجه. شوفي هذيك لا فيديو جات، انا صراحه ندمت عليها بزاف حيت ما كانش خصني نخرج نهائيا، والناس ما عندهم ما يديروا اصلا بهذيك المعلومه، ماشي شي حاجه مفيده. اما انا ومهدي والله العلي العظيم لا زعما كنحترموا بعضياتنا بزاف بزاف، وهو عارفني ان في هذيك اللحظه كنت مدمره زعما منهاره، هو فاهم هذا الشيء هذا، واخا تقلق من ردود الفعل ديال الناس نورمال، مني وجبدت انا بقى فيا الحال بزاف. عجبني الحال حيت شفت ان المغاربه كيدافعوا على المراه، ولكن كاين واحد الطرف في هذا الشيء هذا ما عجبنيش، هو التنمر. وهذا حيت حتى بنات اخواتات حتى هما عاش معاهم بزاف الحوايج زوينين، ما كنقولش هذا الشيء هذا باش نبان، ما تهضرتيش هذا الشيء، ما تهضرتيش التنمر، وخصوصا انك خرجتي قلتي لهم ما رضاوش بيا. من الطبيعي الناس شنو غتنتظري؟ حنا ما قلتش انا ما رضاوش بيا زعما على الشكل، وانا راه شوفي بزاف ديال الناس كيقولوا لي انت زوينه، انا راه كنشوف راسي خايبه بعدا.